ضيوفنا لليوم بدنا نقول اهلا وسهلا فينا عندكم واهلا وسهلا فيكم نورتونا. اهلا وسهلا فيكم. بدنا نرحب بالسيده علا ادريس رئيسه بلديه ابو قبيس. اهلا وسهلا فيكم شرفتوا يسعد صباحكم. صباح النور. ايضا سيد دانتي حسين صاحب المنشاه السياحيه. نعم. يلي نحن فيها. اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. اهلا وسهلا. اهلا فيكم. رح نبلش مع حضرتك ونحكي اليوم عن هي المنطقه اللي موجودين فيها قريه ابو قبيس. خلينا نحكي شوي عن واقع هاي القرية إداريا. هلا واقع هاي القرية إداريا نحن قرية بتبعد عن محافظة حمام ما يقارب 50 كيلومتر. قريتنا طبعا عدد سكانها 7500 موزعة على 4 قرى وثلاث مزارع تابعة لمجال بلديتنا. القرية مثل ما شايفين ذات طبيعة خلابة لأنه هي بين واديين، بوادي محاط بسلسلة جبال بيخترق هذا الوادي نهر اللي هو نهر أبو قبيس اللي هلا أنتم شايفينه بينبع بالأصل من رأس الضيعة عنا. نعم. سيد دانتي أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني فيكم. اليوم موجودين بهذا المكان الجميل، خلينا نحكي بالشق السياحي لقرية أبو قبيس يلي موجودين نحن. نعم. فيها هلا حاليا. خلينا نحكي يمكن المنطقة تعرضت للإرهاب ولكن. نعم. كان المتنفس الوحيد هيدي القرية والحضن. نعم. الدافي لكل الناس يمكن لأطيب لقمة ولأطيب قعدة. خلينا نحكي عن المنشآت السياحية. كل الشكر لكم للإخباري السوري وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. منطقة أبو قبيس منطقة سياحية وهي من تاريخ منطقة أثرية وفيها نبع، ونشكر الجيش العربي السوري رجع الأمان لسوريا وبلشت السياحة شوي شوي والأمور كويسة والحمد أكيد. لله الحمد لله يا الحمد لله. رح نرجع لعندك ونحكي شوي اليوم، يمكن حكينا بالمقدمة أنه هاي المنطقة أو الريف الحمي يمكن وكثير مناطق سياحية بسوريا حرم من السوريين بالاصطياد فيها نتيجة الإرهاب اللي كان موجود أكيد. فكانت يمكن أبو قبيس مقصد لهم. خلينا نحكي عن اليوم تخديم هاي المنطقة سياحيا بخلال فترة الحرب. هلا كتخديم سياحي نحن بداية من أول أنا ما استلمت طبعا كان فصل الشتاء مثل ما شفتوا كان في أمطار كتير وفيرة، صار عندنا نحن انهيارات وصار عندنا سقوط لبعض الصخور. تم بالتعاون مع المحافظة وشركة يعني والخدمات وشركة سكر سلحاب وخدمات حما والسقلبية كلياتنا إنه تعاوننا لتهذيب هذا الطريق. وثاني شيء دائما نحن عم نقوم بحملات نظافة، وزعنا حاويات على كل القرى التابعة لمجال بلديتنا مشان دائما تكون نظيفة وتعطي عنوان الحضارة، لأنه أكيد النظافة هي عنوان الحضارة. صحيح. نحن طموحين هلا لإعادة صيانة الطريق مع تخطيطه، وطموحين كمان لتنفيذ إنارة وادي أبو قبيس بالعمل الشعبي مع أصحاب المنتزهات والمحافظة. وبهي المناسبة أنا بشكر سيادة المحافظ اللي دائما عم يتبعنا سياحيا وعم يتبعنا خدميا، وما فيني ما أذكر الخدمة الكتير كبيرة قدمها لشخص عنا هو شهيد حي اسمه عمار فؤاد عبود. قام بشق طريق مع الخدمات الفنية له بطول 800 متر عرض 4 أمتار لحتى أنه يكون عنده فرصة أنه يرجع ويمارس حياته الطبيعية جديد. أكيد نوجه له تحية صباحية. يعني قديش حلو تكون سيدة صبية وجه حسن مثل ما بيقولوا. تسلمي. هي رئيسة بلدية ضيعة حلوة. اليوم خلينا نحكي يعني كسيدة أنت باحتضانك للمرأة في ريف أبو قبيس، خلينا نحكي يمكن عن أهم النشاطات اللي بتقوموا فيها. وفي كثير من السيدات يمكن طموحين وعندهم أحلام ولكن ما لقوا الفرصة، هل أنت بدورك بتكوني قدوة للكتار أو بتحتضنيهم؟ أنا بتمنى أني أكون قدوة لكثير من النساء، ودائما بشجع المرأة العربية بشجع والمرأة السورية بشكل خاص أنه اللي عندها موهبة اللي عندها قدرة أنه أبدا ما تتوانى وتوقف عندها، أنه دائما تبرز طموحها تبرز مواهبها، لأنه فعلا المرأة السورية مرأة جبارة. أكيد. كل تحية لكل النساء السوريات. رح نرجع لعندك دانتي ونحكي شوي اليوم حضرتك اليوم كمستثمر، أكيد دائما ما في أحلى غير أن نستثمر يمكن ببلادنا، نحكي شوي عن الصعوبات يمكن اللي واجهتكم خلال الفترة الماضية وكيف قدرتوا تتجاوزوها؟ الفترة الماضية معروف كان في صعوبات بسبب الأحداث، والحمد لله الأمور عم تتحسن كل سنة عن سنة.
السنة الماضية كويس، السنة أحسن. وكل الشكر لسيادة المحافظ عمي يقدم لنا دور كويس ويعطيك العافية. نعم. ست علا، بما أننا نحكي عن الشق السياحي، يعني أبو قبيس دائما بتستقبل السياح من مختلف المناطق السورية ضمن مناخ الجميل، يمكن لحتى هيك يروقوا. اليوم البلدية قديش يمكن عم تستقطب أو قديش عم ترحب بالزوار من خلال أي خدمات عم تقدمون لتشجيع السياحة؟ قرية أبو قبيس هي قرية سياحية، قرية متكاملة 100% 100% أكيد طبعا، لأنه يعني فيها طبيعة كتير حلوة، فيها مناخ، فيها مي، فيها حسن ضيافة. نحن بالبلدية مستعدين أنه دائما نكون جاهزين ومتعاونين مع أصحاب المنتزهات لتقديم أي شيء هنون بيسهل لهم طبيعة عملهم. طيب خلينا نحكي مع حضرتك اليوم عن موضوع، يمكن حضرتك من شوي حكيتي عن موضوع النظافة، إذا بدنا نحكي اليوم يا ترى بأبو قبيس عم يكون في هي موضوع أكيد يا معك، موضوع التوعية الشعبية اليوم قديش بموضوع النظافة، قديش بتنظيم المدينة، قديش بيكون إذا بدي أقول الوعي الشعبوي والمجتمعي موجود، أو هي الحالة موجودة بأبو قبيس؟ لا، هي الحالة موجودة، وهلأ نحن كتير عم يعني عم نشدد عليها، والحمد لله أنه الكل متعاون معنا دائما، أنه حملات نظافة دائما عم نطلع، عم نحاول حتى هلأ تهذيب مجرى نهر أبو قبيس قدر استطاعتنا، مشان دائما القريه تبين يعني باحلى حله دائما. نعم. سيد دانتي، يعني خلينا هيك نحكي اليوم عن الحفاظ على التراث باللقمه الطيبه بالقريه، يعني كمنشاه سياحيه اليوم قدامهم مثلا يكون في اكلات مثل الشنكليش، اكلات شعبيه، مثل اللبنه، اكلات شعبيه، مشاوي على الفحم، مشاوي على الفحم، هي الاكلات الشعبيه او الاكلات اللي شعبيه وتراثيه بديعنا، قد ايه حلو انه هي دائما تتقدم ونحافظ عليها وعلى اصولها. نعم، اكلات شعبيه، مشاوي على الفحم، ونحن هون نعتمد اكثر شيء على الطبيعه وعلى البروده. نعم، عندنا طبيعه بروده تمام. اكيد، يعني هي مثل ما بنقول ملجا لنا يمكن بايام الصيف والايام الحاره اليوم نروح للجبال. نحكي شوي اليوم عن طبيعه السوري بشكل عام، لما يطلع على المصيف او لا يطلع على المنتزه دائما بحب البساطه، بحب يمكن اللقمه الطيبه مثل ما حكينا، قديش حضرتك كمستثمر بتحرص يتوافر على هذا الشيء ضمن المنشاه، يمكن من المنشاه اللي موجودين فيها؟ عندنا هون بالبساطه بالقعده نقعد على النهر، اكيد قعدات شعبيه شعبيه، يعني اكثر شيء بنعتمد على الشعبي. نعم اكيد، هي طبيعه المنتزهات عندنا، طبيعه المنتزهات مايله للطبيعه الشعبيه اللي بتعتمد على البساطه، انه حتى تصرف السائح بحريته انه بيقدر يقعد يمشي، انه يضل جنب النهر، يعني كله انه بحيث انه هو يكون كثير مبسوط، يكون كثير مبسوط انه مرتاح. نعم. ست علا، ضمن القريه خلينا نتطرق يمكن لبعض النشاطات يلي عم تصير من تجمعات شبابيه، فعاليات، عمل خيري موجود، خلينا نحكي انتم كبلديه كيف بتحتضنوا مثلا التجمعات الشبابيه الخيريه او الاهتمام باي حدا بحاجتنا، وخاصه انه نحن يعني مرقنا بظروف صعبه وكلنا عندنا شهداء وعندنا جرحى ايضا بحاجه لانه نحن ندعمهم. خلينا نتعرف عن اهم المبادرات والجمعيات والفعاليات يلي عندكم بالقريه. بدايه الله يرحم جميع شهدائنا ويشفي جرحانا يا رب. نحن بالبلديه طبعا مثل كل البلديات صار عندنا مكتب للشهداء لتتبع اخبارهم، تتبع زوي يعني زوي الشهداء، تتبع اخبارهم، احتياجاتهم، نقلة بالواقع الصحيح يعني لسيادة المحافظ لحتى نسلط الضوء عليها وشو فينا انه نساعدهم ونقدم لهم خدمات. اكيد نحن جاهزين وموجودين. كل التحية اكيد لارواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا يا رب. امين امين. رح نحكي معك اليوم انسة علا، اذا بدنا دائما نطمح للافضل باي مكان، وخصوصا اذا عم نحكي بموضوع السياحه وتخديم الريف اليوم، لشو بنطمح اكثر؟ شو نحن بحاجته اليوم اكثر لنخلي، وخصوصا انه جايين على موسم صيف، اذا بدنا نقول شو الشغلات اللي نحن بحاجتها اليوم؟ هلا نحن
بتعرفي بظل الظروف اللي عم تمر فيها البلد، نحن اكيد بحاجه لتمويل، يعني الضعف اللي بالتمويل هو اللي دائما بيسبب المشاكل، بس اكيد نحن طموحين بدايه يكون عندنا شبكه اتصالات متطوره، لانه هي نحن فعلا بنعاني منها هون بمجال القريه. طموحين نرجع نعيد تاهيل الشوارع، شو عندنا صرف صحي كمان انه ننفذه، بحيث انه تكون القريه والقرى بلديتنا والقرى كل القرى التابعه لها مقدمه بشكل جيد. نعم ست علا، قبل ما ننتقل عند حضرتك في عندي سؤال، يمكن نحن تطرقنا لموضوع المراه وتطرقنا لموضوع شق الطرقات والنظافه وايضا الجمعيات الخيريه الموجوده بالقريه، ولكن خلينا نتطرق لموضوع الطفوله والاهتمام بالاطفال والاهتمام بالتعليم ايضا ضمن قريه ابو قبيس. اليوم دور البلديه بالاهتمام بالتعليم نحكي عنهم لو سمحتي. انا بدايه مدرسه. تمام. شو ما حكيت هو يعني. لانه يعني بدايه اسالك سؤال لانه انت مدرسه. انا مدرسه طبعا، انا مع مدراء المدارس دائما على تواصل مباشر، بنشوف حاجاتهم، بنشوف مطالبهم، بنحاول انه نلبيها. عندنا زيارات دوريه للمدارس بحيث انه دائما نتبع اخبارهم، نشوف شو عندهم نشاطات، شو عندهم فعاليات، نكون نحن موجودين فيها. رح ننتقل لعند سيد لانتي. بدنا نحكي اليوم عن موضوع، اول ما شخص يفوت علي على ابو بس دائما بيشوف المطعم بلزق المطعم، يعني هي حاله كنا عم نحكي عليها بالسياره. نعم. انه عن حاله المنافسه اليوم اللي بتكون، انت كمستثمر سوري شو بتفكر اليوم او للمستقبل لحتى تخلي ممكن منشاتك او تجذب الناس اكثر لمنشاتك اكبر اكثر واكثر؟ انه نعتني بالسياح، نعتني بالسياح كويس، ونقدم طلب خدمات كثير ممتازه للسياح بابو قبيس. اكيد. تفضلي. نعم، يعني عم يخبروني استاذ ميلاد، عم يخبرني انه عم ناخذ هلا لقطات من طبخه برغل بحمص يلي عم نشوفها سوا بالكاميرا، وهن بعد شوي عننا، بعد شوي رح نقوم ندوق، رح نفطر برغل بحمص اليوم. هي من الاكلات المطلوبه دائما عندك. اكلات تراثيه هي برغل بحمص. وشو كمان الاكلات التراثيه؟ ايوه المشاوي، الاكلات التراثيه، اللبنه كمان. قبل ما نحكي عن موضوع المغتربين، كان يمكن يجوا سواح اجانب، يمكن كانوا يعرفوا هدول الاكلات ولا لا؟ كنتوا تقعدوا تشرحوا لهم عنهم؟ نشرح لهم، نعرفهم على الاكلات. مقدوس والشنكلي يشرحوا قلبهم الاجانب، بتحس بيزوا لهون وصاروا ياكلوا. اكيد اكيد الشنكليش، يمكن هي الاكله اللي كل العالم بتحبها. كل الناس بتحبها. كل العالم بتحبها اكيد. يعني يمكن ليا قبل ما نختم فقرتنا، حابين اذا حابين توجهوا اي كلمه اليوم للمغتربين، للاشخاص اللي عم يسمعونا اليوم، لابناء المنطقه اذا بدنا نحكي اليوم، كيف اليوم فينا كلياتنا نتكاتف لنخلي ابو قبيس احلى واحلى، او مو بس ابو قبيس، فينا نقول يمكن كل الريف الحموي اذا بدنا نقول، وكل المحافظات. هلا انا بوجه الشكر كثير كبير لكم، ورح تكون هي دعوه من خلال شاشه الاخباريه السوريه، انه لكل المغتربين ولكل السوريين بكل انحاء سوريا انه يتفضلوا ويزوروا عنا وادي ابو قبيس ويشوفوا، وخصوصا بعد عوده الامن والامان، وان شاء الله رح يلاقوا عنا حسن ضيافه، ورح يلاقوا عنا طبيعه خلابه وجو كثير حلو، ونكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. اكيد ما في شك باستقبالكم الحلو. تسلمي. وهالضيعه الحلوه كثير، ونحن اليوم عن جد مبسوطين وفخورين باهلها وبناسها الطيبين. ست علا بدنا نتشكرك كثير. الله يقويكم وتحققوا كل شيء بتطمحوا له بالبلديه من اجل خدمه المواطن في قريه ابو قبيس. سيد دانتي، شكرا كثير لاستضافتنا اليوم في ربوع منشاتك السياحيه. يا رب وتكونوا دائما عم تقدموا الافضل. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرا كثير لكم. يعني بدنا نقول يمكن نحسدكم على هي القعده، يمكن دائما بقلب الطبيعه. شكرا كثير لكم، نورتونا.